عسلامتكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم على كيتشن امل التونيزي. مرحبا بكم الكل وين ما كنتم، ان شاء الله تكونوا بخير. فرحانه برشا نرجع اليوم في وصفه جديده معاكم. الوصفه نتاع اليوم مكوناتها بسيطه برشا، باش نحاولوا نعملوها بطريقه سهله، اي واحد ينجم يعملها في الدار بكميه صغيره، وهكا مع كويس تاي ولا كي يجيو ضياف ولا كيما تحبوا انتوما. دونك اهم حاجه في الوصفه نتاع اليوم هي البات هوني، بات حاضره انا خديتوني، بات بريزي تنجموا تاخذوا بات بريزي، بات فريتي كيما تحبوا انتوما. دونك فوالا هذه هو انا اللي خديتها 500 غرام. هوني عندنا 3 مغارف كبار نتاع اكل سكر محور، عندنا هوني 200 غرام سامحوني النوازات اللي هي البوفريوه فوالا، ولا البندق اللي يسميوه في بعض البلدان البندق، 300 غرام اوكا مرحي والكل. هوني عندنا الموارد، الموارد دونك انا حطيت هوني شويه، نجم نزيد نجم نقص حسب الخليط اللي احنا توا باش نخلطوه مع بعضه. كيما قلت لكم بالنسبه للعجينه الا اليوم باش نعمل بعجينه مزينه برشا، هي العجين معناها البات بريزي، تنجموا نتوما زاده تعملوا بالبات فيتي، خاطر انا جربتها بالبات فيتي وجربتها بالبات بريزي، دونك حسيتها هوني ابن. انا نحكي على البقلاوه فوالا، باش نعمل اليوم بقلاوه سهله برشا وخفيفه ومزيانه على طريقتي على طريقه مطبخ امال. دونك هوني عندنا فوالا باش ناخذ البوفريوه نتاعنا، هوني فوالا اوبس، ناخذ السكر محاور لازم نغربلوه. غربلنا السكر نتاعنا، توا باش نضيفو الموارد بطبيعة الحال، قدر نصف كاس نتاع تاي انا حطيت بطبيعة الحال، إذا استحقينا معناها نجمو نزيدو. أنا نحبو بالموارد، كان نتوما معناها مش متوفر عندكم تنجمو تعملو معناها بالموارد، تي سامحوني الماء العطر شيء، ماء زهر معناها كيما تحب. أنا خاطر ديما نعملها بالموارد وبنينة الحقيقة. فوالا هذا هو الخليط نتاعنا، فوالا جاهز. باش ناخذوا البات فيتي نتاعنا ولا البات بروزي كما انا اخترتها اليوم. انا عندي البلا هذا ولا كما تشوفوا دهنته بشويه زبده، البات باش نقسمو على اثنين،
ولا مازلنا كي خرجناها سخونه ولا نزيد ولا هذه هي البقلاوه نتاعنا الريحه محليها توا عندنا الشحور هذايا هو الشحور نتاعنا اللي تبعوا فيها بتتحال يعرفوا المقادير نتاعو نعاود لكم مش مشكل. الشحور هو زوز كيسين سكر كاس ماء بعد ما يغلي شويه نزيدو مغرفه جلوكوز كان ما عندناش مش مشكل الجلوكوز نلقاوه ديما عند اللي يبيعوا الحلويات والكل مستلزمات هذوكم كان ما عندناش مش مشكل نحطوا مغرفه معناها مغرفه ونص قارص يغلى معناها يخليه يغلى ربع ساعه وبعد نطفيو عليه يبرد وبعد نسقيو به لازم الشحور يكون بارد والبقلاوه نتاعنا تكون فوالا سخونه دونك يلا توا باش نسقيوها بالباهي ونخليوها بطبيعه الحال معناها تبرد بالباهي بالباهي البرا بعد ندخلوها للفريجيدير شويه تبرد وتتماسك ومن بعد نقصها ان شاء الله ونوريها لكم فوالا هذه هي بسم الله Je suis gênée. Hé!